Salam alaikum wa rahmatullah. جابنين مقعد قبل شوي هنا ما طفلت يعني. انا حاكي قصه عن بدايه الفكره. الكلام ده اخر التسعينات في الولايات المتحده الامريكيه. طلبوا مني ان استقبل طالب في المطار جاي من السودان جديد. فمشيت المطار استقبلت الطالب في السكه لقينا مول. قام الطالب قال لي يا اخي ممكن ننزل هنا قبل ما نصل البيت. فقلت له ده شنو؟ قال لي ده رفضت الشغل. قلت له ابن العم يا اخي امشي البيت اول هنا. قال لي لا لا. فعلا خشى ولقى شغل وجا طالع قال لي يا اخي لقيت شغل الساعه بكره الساعه 8 صباحا بتقدر تجيبني؟ قلت له بجيبك. اي في سكه سالته قلت له يا اخي انت جاي من وين؟ انت تجيت قبل كده هنا؟ قال لي يا اخي دي اول مره اجي. قريت وين؟ عايزين ادرس في مدارس انجليزيه في الخرطوم. انا في اللحظه دي تمنيت اني كنت اكون زي الزول ده لانه انا اخذت مني شهر عشان احمر بطاطس في ماكدونالدز عشان القى وظيفه بتاعت احمر بيها بطاطس. الفكره راقت لي والاولاد دول بدوا يجوا كلهم بنفس المستوى ده. الفكره كانت عجباني شديد. هم الاولاد دول الشكل الخارجي بتاعهم الناس دلكت شويه لكن من جوا اولاد قويين جدا جدا. لفت الايام مره في اسمره شفت يافطه مكتوب عليها اسمره انجلش سكول. في اللحظه دي طوالي قررت انه مدني المفروض يكون فيها مدرسه زي دي. لانه انا كان في مدرسه انجليزيه انا كنت حاقري فيها. لانه الامكانيات في مدني في الوقت ذاك الناس كان عندهم امكانيه انه يدفعوا لاولادهم قروش عشان يقروا في مدرسه انجليزيه، وندمت انه ما في مدرسه انجليزيه في المدني. الكلام ده شهر خمسة 2011. شهر 2 2012 انا فتحت المدرسه. اشتغلنا شغل تقيل جدا جدا عشان تطلع بمستوى عالي. في البداية طرحت الفكرة على الناس. وما الفكرة ما راقت لهم صراحة. يعني أنا لو سمعت كلام الناس ما كنت حعمل المدرسة دي. يعني مثلا في زول قريب جدا لي قال لي يا أخي أنت قروشك دي أحسن تشتري بيها طيسان. قال لي فواحد قال لي يا أخي اليافطة بتاعتك دي كان عملتها صاج سمك كان أحسن لك. انا حبيت الفكره فحبيتها اقتنعت بها تماما وكنت مقتنع انه مدني بتستاهل انه يكون فيها تعليم زي ده لانه الخرطوم فيها 56 مدرسه. فاول حاجه عملناها فتشنا على المدير لفينا المدرسه دي كلها وفعلا لقينا مدير ممتاز جدا جدا وهو كان اساس المدرسه وهو الخبره التربويه. ومن هنا انطلقنا بدينا الدعايه. المفروض كان نبدا ب 45 طالب ناس مدن يستوعبوا الفكره. بدينا ب 90 طالب. دي السنه الثالثه لنا عندنا 320 طالب. الحاجه الجميله في المدرسه انه وظفت ناس كتار جدا صراحه. يعني الليله عندنا 60 موظف من المدير للغفير براس مال بسيط جدا. يعني راس مال البنبو ده لما تنزل لراس المال وتنزل للتوظيف في ظرف 3 سنين يكون عندك 60 موظف حاجه ممتازه جدا جدا. يعني دي من الحاجات انا الفخور بها جدا. واتمنى انه اي زول يشوف له فكره تشغل الناس تشغل الشباب. والناس اللي شغالين معي كلهم شباب ما عدا استاذ ما عدا المدير. فدي من الحاجات من الحاجات الثانيه. انا المدرسه دي بقيت يعني بحبها جدا صراحه. يعني من الصباح لازم امشي الصباح اشوفها قبل ما الناس تخش واشوف الحاصل شنو. وحتى سام تايمز يوم الجمعه بمشي بس عشان كده اشوف لو في حاجه ناقصه اتم. المدرسه الانجليزيه الفهم بتاع المدرسه الانجليزيه هي مدرسه بتدرس اللغه الانجليزيه واللغه العربيه. يعني الطالب ده بيدرس لغه عربيه على المنهج بتاع الوزاره بيدرس عربي وتربيه اسلاميه ويكون ماشي مع الطلبه اللي بيدرسوا في المدارس العربيه. هنا الاضافه هنا عندنا اضافه بيدرس اللغه الانجليزيه اضافه للمنهج العربي. ندرس اللغه الانجليزيه وندرس المواد باللغه الانجليزيه.
الماس والساينس والجيوغرافي. الطفل هنا حيكون ديفينتلي حيكون متفوق من المدارس الثانيه, ما متفوق اكاديميا, متفوق عنده انه عنده لغه ثانيه, عنده معلومات زياده. والطفل كل ما يكون عنده كلمات كثيره وكل ما يكون استيعابه اكثر في المرحله بتاعت انه صغير لقدام بيبدع. وانا بتمنى انه اولادي يطلعوا زي الولد اللي قابلته في المطار ده, يكونوا جاهزين يعني في اي لحظه في اي وقت قرروا انه يسافروا برا السودان, الناس جاهزين تماما, جاهزين يعني دارين يقروا, حتى اذا كان دارين يقروا بلغه ثالثه غير اللغه الانجليزيه واللغه العربيه برضه حيكونوا جاهزين, لانه اساسا اكتساب اللغه بقى عندهم والفكره بقى سهله بالنسبه لهم. فده الهدف الاساسي بتاع انشاء المدرسه, وانه مدني المفروض يكون فيها مدرسه انجليزيه ومفروض يكون فيها اي حاجه الناس بيسافروها الخرطوم. فانا اسعد اديكم مثال بسيط, اننا طالبه في جريد 2 في صف ثاني, حبيبه تعالي ممكن تديها مايك لو سمحت, ممكن تدوها مايك, تعال لا لا ما مشكله عليك لو سمحت انت, ممكن تعال امسك يا حبيبه, خليها تعال تفضل. دي ثلاثه قصص خارج المبرر معي, الشاب ده يفتح اي صفحه ويخلي حبيبه تقرا, افتح اي صفحه. A man in the cafe Colombo shout, Charlie runs into the cafe Colombo. He put his box at the man's feet. The man put one foot on the box. Anna wanted to run away, but she's frightened of Sam. She was tired and lost. Pelona was a big town. Anna did not know anybody there. The captain gets into a small boat. Two men go in the boat with him. They row across to the strange ship. They are going to look for the men on the ship. The cap. Thank you. يا اخوان عليك الله, بس تحيه ثانيه للبيت دي, لانه صراحه انا ما بقدر اقرا زيها كده. ما شاء الله والله. اخوانا الفكره الاساسيه, بس انا ما حقول اسم المدرسه عشان ما محتاج دعايه, لانه اسم مدني جوني براون صراحه. يعني احنا السنه الاولى عملنا دعايه, السنه الثانيه ما عملنا دعايه, والثالثه ما عملنا دعايه, والسنه الجايه ما حنعمل دعايه. ومدني محتاج مدارس انجليزيه ثانيه. اي زول بيشعر انه عنده الامكانيه وعنده الخبره وعنده الوقت انه يفتح مدرسه دي بتشتغل, لانه احنا بدون الناس ما بنقدر نقبلهم صراحه, لانه ما عندنا لون سبيس, ما عندنا لون, ما عندنا لون اساتذه. فالفكره في انه الزول يفكر في حاجه ما موجوده في مدني عشان الناس ما تسافر الخرطوم. يعني انا بتضايق جدا جدا, انا بسوق اولادي بوديهم مول الواحه في الخرطوم, بتبسطوا جدا جدا, بلاقي ثلاثه اربع اسر من الناس اللي بعرفهم بيسافروا عشان اولادهم يلعبوا. ليه؟ ناس مدني المفروض يعملوا الحاجات دي كلها, والفكره موجوده, والبلد دي عذراء. اي فكره جديده بتمشي فيها, تعمل شغل نظيف بتشتغل, وبتعمل جروب بالمناسبه. انت لما تحب شغلتك وتقدم حاجه ذات خدمه بتعمل قروش, بتستفيد ماديا, بتستفيد. الحاجه الثانيه بالنسبه للمدرسه, المدرسه دي انا ما درجه لهم صدقه جاريه, لانه وعمل علم ينتفع به ولا الصالح يدعو له. دي ثلاثة حاجات, انا اولادي اللي قدام حيدعوا لي, لانه انا تحت لهم الفرصه دي وقالوا فيها, حكون دخلتها في
ولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به، حيطلع ناس كويسين جدا جدا في المجتمع. انا متاكد تماما اي زول فيهم متاخر احنا قاعدين نعمل له بوش. وما اعرف اختم بشنو، لكن انا برجو انه اي زول عنده امكانيه انه يدرس ولده تعليم اجنبي، ما اجنبي هو اللي هو مدارس انجليزيه، يديه الفرصه دي لانه حيستفيد لقدام. وانا التجربه دي شفتها قدامي في الناس اللي شفتهم قابلتهم برا. احنا انا ما اقدر اقول لكم ما اشطر مننا، لكن عندهم حاجات احنا ما عندنا صراحه. يعني ناس تجربون قويين، عندهم اهداف، عندهم انا استفدت منهم صراحه، استفدت منهم كثير. و